إدارة اتحاد الكرة معايا على التليفون حاج محمود، برحب بيك كابتن اسلام. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ وحشني جدا والله. ازي حضرتك؟ هيتلغي بند الثمان سنوات حاج محمود في الجمعية العمومية اللي جاية ولا لا؟ اشمعنى عايز تسأل عن بند الثمان سنوات بس؟ يعني انت عايز يعني هو البند اللي يعني اللي الناس كلها بتتكلم عليه يا حاج محمود. انت شاغل بالك بيا ليه بس؟ انا نعم؟ لا مش انت والله يا حاج محمود خالص. مفيش حد ينصب عليه الثمان سنوات الا محمود الشاغل. ليه؟ لا انا بتكلم على ما سيتم بعد كده، يعني اللي بيتم تخطيطه الى ما سيتم بعد كده. اتفضل يا حاج محمود. فيها بيوت شروط الترشيح اللي موجود دي اخر حاجه فيها، يعني خلينا نعترف ان في مواضيع بتهم ناس شروط ترشيحها. انا واللجنه اللي موجوده برئاسه الاستاذ كمال علام هدفنا كله ان احنا الحاجات اللي جدت مشاكل خاصه ب برابطة الأندية المحترفة، تراخيص الأندية المحترفة، الحاجات الخاصة بالمشاكل بتاعت لجنة الأندية وصلاحياتها واختصاصاتها وآليات التعامل فيها بالمستقبل إذا العالم كله موجود، ووجود أعضاء مجلس إدارة الأندية جوه اللجنة، ووجود أعضاء الاتحاد جوه اللجنة فاقدها من مميزاتها وفاقدها من أهميتها كلجنة محترفة بتوزع الحقوق وبتديرها. انا اعترف ان دي البند ده اضعف اللجنه واضعف الحقوق لما بقت منفرده، ولابد ان تتحط عليها ان الحقوق لابد انها تكون جماعيه، لازم تكون في لائحه النظام الاساسي. ده اللي همنا في مجلس اداره الاتحاد، مش همنا الثمان سنين ولا همنا الموضوع ده خالص. يعني همنا ان احنا نحط في اللوائح تعليمات الاتحاد الدولي الجديده. حاج محمود انت يعني مش معايا ان الكره المصريه بتدار بعشوائيه بشكل كبير؟ يعني بسيره مدرب النادي الاهلي السابق قال ان في الكره المصريه بتدار بشكل عشوائي، وده من اسباب هروبه من النادي الاهلي. لا هي مش بند اللائحه اللي محطوط هو اللي عمل التداخل، يعني انها لجنه تكون من اعضاء المنتخبين من لجنه الانديه، تكون من اعضاء مجلس اداره. ده موضوع طبعا خطر جدا، مش موجود في اي حته في العالم. لكن هو الرابطه بتبقى بتنتخبها لجنه الانديه بتنتخبها، لكن لازم يكون هو من خارج مجلس اداره الاتحاد، والا هناك في تضارب مصالح زي ما حضرتك شفت مره الغاء هبوط وعوده بالظبط، ملوش علاقه بمصالح. معظم الناس طبعا بيبقى عندهم غصب عنهم رغبتهم في فريقهم، ده اتظلم من التحكيم، ده اتظلم من ده، بيتكلم في مواضيع. لا، رابطه المحترفين يا رابطه لابد انها تكون لها استقلاليه كامله عن الاتحاد وعن الانديه كمان، ما هيش بتبص للاتحاد بس. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، وده بيكون هناك نادي محترف، احنا عندنا واجب مهم جدا عايزين نخلصه في اللوائح عشان لما يجي القانون يبقى الروابط واللعيبه المحترمه القدامى وقدامى الرياضيين والكلام ده يبقى قدام لائحه محترمه. اللائحه اللي فاتت هي لائحه محترمه برضه، لكن ادت غرضها ودورها انتهى، ومحتاجه تعديل يتناسب مع تعديل القانون الجديد اللي احنا بصدد انشاؤه او صدوره خلال الشهور اللي جايه ان شاء الله. حاج محمود، كانت الانديه معترضه او النادي الاهلي ونادي الزمالك معترضين على بند في لائحه شؤون اللاعبين خاص بيه، اللي هو ان اللاعب لو ما لعبش او ما اشتركش في بنسبه 10% من المباريات يحق ليه فسخ التعاقد تلقائيا. هل هيتم تطبيق البند دوت ولا والله الضغوط ممكن؟ اتفضل. ما ينفعش ناخد في البند واحد ونسيب الباقي، يعني هو احترام العقود ده امر مقدس، وفسخ العقود من طرف واحد لابد ان يكون له اليه طلب رياضي عادل زي الاتحاد الدولي. يعني انا ما اقدرش امشي من 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 عندك يعني النهارده وتمشيني زي ما حصل دلوقتي، انك تتعاقد معايا لمده 4 سنين 5 سنين ب 20 مليون جنيه وتديني 2 مليون جنيه وبعد 3 اشهر تقول لي والله انا مش عايزك، انا فرصه سعيده جدا، امشي وتضيع حقوق على اللاعب، حقوقه على النادي، حقوقه على منتخباته، حقوقه كان له عنده احتراف خارجي. خلينا نتكلم النهارده، يعني تتكلم على 10% من المباريات في دوري 34 اسبوع، يعني بتتكلم عن 3 مباريات. لعيب ايه اللي بتتعاقد معاه وما تلعبوش 3 ماتشات؟ ده 3 ماتشات ممكن تلعبوا 10 دقائق في الماتش،
ده 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 كلام اصبح حقوق. يبقى انا من حقي، انا بحقي اقول ان انا امشي، انت جبتني عشان تقعدني على الدكه او ولا عشان ما العبش عند النادي الفلاني، حضرتك مش عايزني مشيني فبمشي. عشان هي الاختلاف دلوقتي احنا مغيرين فيها، انك انه من حقه يمشي لكن بياخد فلوسه بالسنه دي بس. الاتحاد الدولي يديله فلوسه بالسنه في السنين كلها، لما يديله السنه يعني. كمان انت ما لعبتوش، خد بالك يا قدام، انت ما لعبتوش في الثلاث ماتشات في الموسم كله، كمان عايز تقعده؟ طب هتقعده ليه طيب؟ انت جايبه ليه؟ هي المشكله كلها تملك رغبه الانديه. هي خلي بالك حضرتك، الانديه بتبقى معصوره لما بتدي في وقت معين، لكن احنا النهارده لما النادي يعرف ان هو اللعيب اللي هيجيبه لازم يديله فلوسه، ولو ما ادالوش فلوسه مش هيعرف يسجل لعيبه تانيين. خدت بال حضرتك، هنا النادي مش هياخد احتياجاته بس. يعني النهارده منتهى الامانه المشاكل بدات تقل لهذا الموسم. احنا عندنا الزمالك خلص موسم كامل ومشى 14 لعيب من غير مشكله، والاهلي نفس الكلام، بس اثناء جد ومحمد شيف عبد الفضيل وفي طريقها للحل. عايز اقول ان المشاكل بتقل لما انت بتطبق اللوائح، كل ما بتعمل اصل ولازم وتحط قانون وتحاول تعمل حاجه متفصله، صدقني المشكله بتزيد يا اسلام، ما بتتحلش المشكله، بتزيد ما بتتحلش. فخلينا نقول ان لابد احترام العقود، وان فسخ العقد داني يميز هناك لاعب اجنبي بلاعب مصري، احنا محتاجين في اللائحه، محتاج اللائحه بتاعتنا بتاع النظام الاساسي، لابد ان الحاجات الوطنيه اللي بيننا وبين ده الاطراف كلها وطنيه، زي مشكله الجونه، زي مشكله شيء بعض، زي ما اروحش بيها للاتحاد الدولي بعد انشاء المحكمه الرياضيه. انا مش مطلوب ان انا اروح هناك بره، خلينا نحل مشاكلنا جوانا وما ننشرش بره، ونخلي الحاجات اللي يكون فيها اطراف اجنبيه بس اللي بره. كل دي محتاجه تعديلات في لائحه النظام الاساسي. مباراه ال كله في موضوع الثمان سنين او في شروط الترشيح يعني. طيب مباراه الاهلي والزمالك المقبله هتكون في استاد برج العرب ولا لا؟ ان شاء الله برج العرب هو الملعب اللي اختاره الامن. خلينا نتكلم بالامانه للاهلي، الاهلي لما يختار برج العرب، الاهلي مختار كان طالب ثلاثه استاد القاهره او الدفاع الجوي او مترو سبورت، وبعد مترو سبورت ما اتغير طلب ده وده، الامن اختار هذا الملعب لهذا الموسم الاخر، حتى اشعار اخر. طيب ونفس الامر بالنسبه لمباراه الاهلي والمصري، لسه في اختلاف يعني، في اختلاف في اختلاف يعني دي اللي فيها اختلاف، دي اللي فيها اختلاف. لكن مباراه الاهلي والزمالك في برج العرب، وحتى الان برضو المصري في برج العرب ماشي حاله. طيب لكن الجمهور هيحضر المباراتين الخاصين بالمنتخب ولا لا؟ احنا في مجهود بيبذله العميد طارق سليمان، احنا تقريبا يعني متفق مع الامن ومع وزير على الاقل مبدئيا ان شاء الله 5000 حد ان شاء الله. طيب هل هيتم التحقيق فيما تردد ان حسام غالي لاعب النادي الاهلي بيدرس اعتزال اللعب الدولي بسبب خلافاته مع بعض افراد جهاز المنتخب الوطني؟ الحقيقه الموضوع ده انا مش ما يعني سامعه في الاعلام، بس ما اعتقدش ان في اي اساس يعني من الصحه يعني، لكن الباب مفتوح للجميع. واحنا حضرتك اللاعب اللي بيعلن اعتزاله اللاعب الدولي ما حدش بيقدر يفرض على لعيب انه يلعب طالما هو موجود يعني. احنا وكابتن حسام غالي ده نموذج محترم ونموذج اعتزالي، ما اتاخرش عن المنتخب عمره في حياته يعني. فاعتقد ان سيف انا احنا بنحس احنا في اتحاد الكوره بكلمك بمصدر ثقه في وجود حسام في المنتخب يعني. احنا كاتحاد كوره من النوعيه اللي هي القياديه اللي بتحب بلد دي غيوره على بلدها، احنا بنرتاح بالامان. و سيف مصدر السؤال يعني التصريح ده منبعه منين، لكن انا ما افتكرش ان هو اكيد كابتن حسام انسان وطني واسم كبير، ما افتكرش ان هو يبقى تحت امر المنتخب وقت ما يطلبه المنتخب، عمره ما يتاخر عنه. سيف زاهر تم اعتماد استقالته ولا لا؟ احنا كاتحاد كوره مش منوط بينا اعتماد الاستقالات، احنا حسب اللائحه بتاعتنا احنا اللائحه الوحيده اللي بنحيط علم بالاستقاله، ويبقى القرار مقدم الاستقاله حتى انتهاء من الاسبوع اللي موجود فيه. طبعا انا اعترف ان شعور الواحد بغربه شديده جدا يعني. انا بكلمك اخ، انا من اسوء الجلسات اللي حضرتها الجلسه اللي انا حاسس فيها ان خلاص عدى الاسبوع واصبح عوده سيف مستحيله، واصراره على الاستقاله لانه اضافه كبيره جدا. ويعني يمكن ناس كتير ما تعرفش ان سيف كان من اهم ركائز وجود هذا في المطبات الصعبه جدا اللي كنا بنمر بيها، سواء في حل الاتحاد، سواء في مشاكل موجوده، الصراعات اللي كنا موجوده من الاول، خلافنا مع الوزير عمري، مع الوزير طارق، مع مشاكل
اعتقد ان احنا خسرنا حاجه كبيره جدا في مجلس الاداره. عصام عبد الفتاح استقال ولا لا؟ يسأل عنا بقى كابتن عصام. كابتن عصام الحقيقه يعني عين في الجنه وعين في النار، يعني يعني حتى الان لم يتقدم باستقالته بشكل رسمي. حاج محمود الشامي، يعني بكره نشوفك باذن الله، و ان شاء الله تيجي تشرف طبعا مع دكتور كرم كردي في برنامجه بجراءه، وبشكرك طبعا شكرا جزيلا. وسلم لي على عمر. ربنا يخليك، الله يكرمك يا حاج محمود. طيب